مش لاقيين انصاف. وهذا قد ادت الجيش الاسرائيلي في قصف على منطقة غزة، وهذا قد ادى الى مقتل 60 طفلا شهيدا، وما بعد ذلك قامت القوات الاسرائيلية في سحب سيوفها على منطقة القدس، وهذا قد ادى الى قتل 20 شابا وما بينهم اطفال ونساء، وهذا قد ادت المخابرات الفلسطينية بان تقصف على مدينة اسرائيل، وما بعد ذلك ننتقل الى سوريا، وفي سوريا يقتلون من الالاف من الاطفال والنساء والرجال والشباب. اليكم النشرة الجوية في مصر. في ثورة مصر قد قام في احياء اجمل الحفلات والمناسبات لاجل الشهداء الذين ضحوا من اجل بلدهم، من اجل بلدهم. ومن تركيا ينقلون الطعام والدواء في السفن الى البلدات الفلسطينية، والدعم لنا مستمر. ومن روسيا ومن البلاد الإسلامية التي خارج غزة وغيرها ينقلون الطعام أيضا للبلاد الفلسطينية لكي يدعموها ويطعموها، ودعم المالي ما زال مستمر أيضا. فإليكم هذا الخبر الصار، ومنهم من فرقاء ملاعب الكرة القدم مثل ميسي وكريستيانو يدعمون أيضا الفلسطينيون في مال وفي الذهب، لكي يشعرون أنهم ليس فقط لاعبو كرة قدم، يشعروا أيضا بأنهم جزء من البشر. وكان معكم مراسل عبد الكريم مستراحي من بلدة جسر الزرقاء، وشكرا، وانتظرونا في النشرة الإخبارية القادمة.